حد موعدكم مع نيتشر اليوم كلكم بدكم تحبوا الموضوع. انا اول شيء اليوم بدنا نحكي عن البلانتات يلي بيهدوا الاعصاب يلي نحن عايزينه كشعب ما هيك؟ 100% بلبنان وبكل انحاء العالم كمان صح. يعني ما في حدا ما بيعوز قصص يهدئ اعصابه خاصة مع الحالة هلا. هلا انت عم تقول لهم بطريقة مهضومة بس هن كمان بسموهم انتي ديبرشن بلانتس. مزبوط مزبوط. بدنا نعلي المورال بس افضل ناخذ بلانتات مما ناخذ ادوية لانه البلانتات بفتكر ما بيعملوا ادكشن. ايه هلا مشكلة ايه ولا لانه في بلانتات بيعملوا ادكشن مشان هيك بيعملوا بس ما بيضروا مثل الادويه على الدماغ وهيك. لقلك لك شو نحن ديجا بس اللي عم نعمل هيك اذا بنقول يعني مقدمه انتروديكسيون مهمه للكل انه نحن ما بنوصف ولا عم ناخذ محل حكمة ولا شيء. اكيد الناس اللي عندهم ايه بس بدنا نعرفهم اكيد 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 بس الناس اللي عندهم يعني وضع صحي اكيد لازم يستشيروا طبيب قبل ما يستعملوا خاصة اذا بياخذوا دواء 100% ممنوع ناخذ ادويه بلانتات سوا وفي بعض البلانتات اللي كثير بتفيد بس يمكن بتسيل الدم واحد ما بيسوي ياخذها سو كثير مهم اللي عنده كيس قبل ما ياخذ حاله شيء يستشير اكيد طبيب. نحن اللي عم نعمله هو بيزد على الدراسات العالميه نعرف وعم نقول مش بس هيك اكثر حتى يعني في شيء اسمه الفارماكوبيا اللي هن النباتات المسموح ينوصفوا او حتى ينباعوا حتى باوروبا. نحن عم نخبر شو هن بلا بريسكريبسيون اكيد في كثير منهم وفي منهم لا مشان هيك نحن مقسمين حلقه لثلاثه. عندنا اولا النباتات يلي هي تيزان كان خدها هيك اللي هي تيال بازيليك في كثير اشياء غير في منهم ما عندي اياهم بس رح اقولهم يعني. وعندنا الاسنشال اويلز او زيوت المؤطره وعندنا البيلز يلي هي كل حدا رح نحكي عن كل وحده منهم قد ما بنقدر اكيد يعني يال. ومثل ما قلت بالاول كثير ننتبه رح بلش انا بالاشياء يلي لانه الوضع الاقتصادي اذا بدك يعني مزري فالاشياء فيري سمبل يلي فينا نلاقيها وين ما كان ومش غاليه وفينا نزرعها وفينا ما نروح نشتريها يعني أوكي. يعني رح بلش لك باشياء كثير سوبر هينا مثل الحبق. الحبق هيدا نبته نحن كثير بنجهلها عمليا مزبوط اللي حدك يعني نحن ليه بنجهلها لانه هي منا كثير من مناطقنا يعني الحبق منه موجود بس نحن بنستعمل بالطبخ بالطبخ 100% بس لازم نعرف انه ورق الحبق يعني كمان هن من التيزان اللي فيها نشربون اول شيء هي دجسف نفس الوقت هي كثير بتروق لدرجه بتروق يعني حتى انه مستعمله كثير بطارح والحبق موجود وين ما كان يعني عندها فوائد لا تحصى. بكره بنعمل اكيد نبقى حلقه بس عن الحبق بس انه هيدي واحدة من النباتات اللي بتروق وهول النباتات نحن لانه نغليها ونشربها يعني تيزان عاده ماشي هلا طيبه كثير طيبه مش مجربتها فيك تجربيهم اهم شغله عندي حبق بالبيت ولا مره جربت لانه ليك كثير نحن بنستعملها للاعصاب 100% بنستعملها للطبخ بس مش تيزان بس توضح شغله 90% من النباتات يلي نحن بنستعمل ورقهم او زهورهم يعني مثل هلا رح احكي عنهم هول ما بنغليهم بنغلي المي بنطفي المي بنسقط الورقات وبنسكر لانه اللي عم بيتبخر لانه عم بيتبخر اذا نحن ما سكرنا ونزل بالمي بنسكر بصحن او صحن حاله لانه هيدي هي البارتي اوقات اللي بتفيد يلي بتتبخر لازم تبقى بالميات وما بنغلي بنغلي لما يكون عاده في شلش او خشب يلي بده وقت لينزل بالميات سو الحبق هو هيك اوكي. ثاني نبته يلي هي هون كل هيدا السله يلي شجره التيال يلي سوبر معروفه كمان هي منا شجره لبنانيه بس كثير مزروعه بلبنان مثلا كيف ما بتمشي بزحله او بتعنيل بتشوفي شجره التيال ورقها وزهرتها هن من اكثر نباتات منيحه بتروق بالعالم يعني هلا اكيد بس قد ايه كم تيزان بدنا نشرب تنروق هلا هيدا الاساس دائما بدنا نميز بين الشيء بنسميه نحن انه تيزان هيك عادي او تيزان ثيرابيوتيك يعني اذا واحد عنده لقم انه عنده مرض يعني مثلا وبده كل يوم ياخذ على ثلاث مرات شيء وواحد بيغير من نباتات يعني ياخذ لانه اليوم عنده قلق او معصب شيء ثاني يعني ياخذ كامومي في سو رح سمي اللي ما عندي اياهم ثائبت يعني مثلا انا ما جبت معي بابونج هلا وفي نبته جدا هامه نحن كثير بنجهلها هي الباسيفلورا. نحن بنعرف انه الباسيفلورا عاده بناخذ الفواكه لانها فيها فيتامين سي ومنشطه وهيك. اللي ما بنعرفه هو انه زهره وورقه الباسيفلورا هن من احسن النباتات بالعالم وين ما كان باوروبا حتى ببيعون بيلز وهيك كرمال نروق كرمال نوقف النرفزه وفي عندها بعد اهميه كثير قويه يلي هي واحده من النباتات يلي ضد الهانجوفر يعني اذا واحد كان شارب كثير الكول ما بيقدر ينام واعي غلط وميجران قويه باسيفلورا كمان بتتاخذ لهيدا الشيء. عم بأيد
هيدا هلا رح خبرك عن نبتتين ننتبه لانه النكزه اللي هي بايدك يعني بس تخبر عنا الميليسا ايه بس خليني اوضح كثير هيدا الموضوع لانه هي النبته لحد يكون كمان ستيف اذا بدك تفرج النبته والكيس سوا يعني يلا ها اوكي هيدا اللي انت بايدك بنسميها بالعربي ميليسا او ميليسا او لويزا بالعربي هيك بينما الميليسا باللاتين اثنيناتهم هول هن فبينما الميليسا باللاتين هي غير نبته واثنيناتهم بفيدو هديك بتشبه ورقه النعنع بتطلع حد المي في عنا اياها بلبنان رائعه النبته لدرجه انه شارلمان يتخيل قديش قديمه كان يجبر القديره تزرعه باوروبا من وقتها في كتب انه هي كانوا يعصبوا لانه اوكي قد ما هي مهمه وليعطوها للشعب اكيد هيك يعني وعندنا المليسة او المليسة بالعربيه اللي هي انت هلا فرجتيها من شوي يلي هي كمان واحدة من نباتات الكالمونت يلي فيها نخدها تيزان عشيه وبتروق الاعصاب ريحتها كثير حلوه بنسميها ليمون بالم او سيترونيل بس كلمه سيترونيل بتعني شيء بتساعد للنيم ولا لنروق كل شيء الاثنين هي الفكره أوكي. هلا كمان ما بدنا كثير نحكي طب بس هول النباتات بفيدوا من كذا طريقه في منهم بيساعدوا بالديجستيون في منهم بيشتغلوا على الدماغ فكل وحده عندها طريقتها يعني ورح خبرك عن نبته رح تتفاجئ فيها كثير يلي هي الخروب اوكي هلا انا هون معي باودر خروب بس تقول لك شو الفكره تبعها هون رح يفكروا الناس انه نحن عم نحكي عن الخروب يلي بنعمل منه دبس 100% بلبنان رح اقول لك شغله كثير مستعمله انا وعم بدرس تعلمتها بالجنوب لما بيكون عندنا خروب بياخذوا بذرات الخروب يلي هن جوا اللي نحن بنكبهم يلي هول ما عندك فكره قد ايه مهمين يعني هلا هن من اهم الاشياء بالعالم بس هن مش قبل ما يطحنون بحمصون كيف بنحمص الكافي وبياخذوا هالحبوب بيعملون باودر بكسرون او بحطوهم مثلا بشراب او بيعطوهم لحدا خاصه بعيد من هون اذا في مثلا موت وناس كثير معصبه وديبرست بيعطوهم هون هي اكثر من اكثر نباتات بذره الخروب المطحونه بياخذوها بالتراديشنال ميديسن بلبنان كرمال الديبرشن كرمال التعصيب عم نحكي عن هالبذره اللي جوا يلي نحن بنكبها ما بنعرف كيف بنستعملها باودر سو من بعد ما تتحمص أوكي. بتصير باودر فينا نزيدها على درينكس فينا ناخذها بالتم فينا ناخذها يعني 100 طريقه هي عندها البروبريتي انها بتروق كمان وهيدي وحده من النباتات السوبر هينه موجوده كثير في كميات لازم أكيد. لانه اذا مثلا اخذنا معلقه كبيره يمكن كثير نروق مشان هيك رح روح دغري على التوبيك الثاني انا لانه منيح سالتين هذا السؤال لما كنا عم نحكي تيزان اجمالا هيدا المشكل يعني كل نبته عندها دوز ثيرابوتيك وبدنا نعرفها هلا رح اعطيك المقادير تحديدا بس مشان هيك العلم بعدين راح على البيلز البيلز هن هول العلب البيض انا قصد حطيتهم بلا براند لما كنا عم نعمل دعايات اوكي يلي بتجي بقلبها في معموله مثل كانه دواء سو معموله الدوز اللي بدك تاخذيها واجمالا بيكون في بيقولوا لك خذي حبه او حبتين فهول بيكونوا محضرين اكستراكت يعني انت لما بتاخذيهم هول النباتات يلي ما بيعرف انه كم تيزان بدي اخذ وكيف وقد ايه بدي احطها وكميه بياخذ حبه من زيت النبته بيريح راسه انه هيدي الكونتيتي اللي لازم اخذها مزبوط وهو في عليهم كثير دراسات يعني مثلا في نباتات يعني مثلا جينكو لنقول بدك 50 ورقه تتعمل دوز ثيرابيوتيك وحده فهيدي حضروا الاكسترين نورماليزي مثل ما بنقول لهم معروف شو في بقلبه هيك بس ترجع جاوبك ان جنرال شو الرولز تبع التيزان عادة إذا كانت النبتة مجففة عم بقول أنه هيدا رول لكل النباتات بناخد 3 جرام لكل 250 مليلتر إذا النبتة خضراء بناخد 6 جرامات هيدا إن جنرال أوكي ومثل ما حكيت قبل 200 مليلتر لأنه هي عادة بتكون معمولة بال 250 ام ال وبدنا نعمل ريجلتر لأنه 3 جرام هلا هيدا إجمالا كمان بعد قد ايه لازم ناخد أنا ماني مع أنه ناخد نبتة لفترة كثير طويلة لأنه مثل ما بالأول قلنا لازم نشكل لأنه النباتات بيعملوا أدكشنز يعني ما ننسى أنه الحشيشة والدخان هن نباتات وبسموهم أصلا دراجز لما نحن نقول دراج مش يعني مخدرات دراج هي نباتات وفي كثير نباتات نحن بنجهلها يعني تقول لك مثلا السنمكه في ناس بياخذوها كثير بلبنان هيدا النبته بتعمل ادكشن حتى مش ضروري يعني ادكشن تكون مخدرات حتى الكوفي بتعمل ادكشن غير 100% يعني وهول كلهم نباتات مشان هيك لازم نتعامل مع النباتات كانه هن عن جد ادويه وما ننسى انه كثير من الادويه مش انه مش دواء عم نشتري من الصيدليه فينا ناخذ قد ما بدنا صح. و 100% هلا ما بعرف قد ايه عندنا وقت لكمل بس نحن في عندنا يلا يلا رح اخذ هلا رح يزيدوا لنا كمان رح اخذ رح بلش موضوع حلو رح بلش بالبيلز سو البيلز يلي هون رح احكي عنهم في عندنا تقريبا السوبر مشهوره هلا حاليا يلي هي اول وحده من هون رح اوريهم ورا بعضهم الروديولا او الراديول هيدي النبته مش بس انه هي مش بس هيك كمان الزياده على الفكره للراديولا هي انه بنقول عنا ادابتوجين يعني شو يعني ادابتوجين عاده جسمنا لما يكون بمطرح ستريس او شيء بيفرز افرازات معينه تعمل ادابتيشن على هالسيتويشن
الراديولا هي بتساعد هالافرازات، ومشان هيك هيدا النبته كثير مهمه عاده للبانيك اتاك للديبرشنز لكل هول. بس الاهم نعرفه انه هي على عكس النباتات اللي حكيت عنها قبل، فيها تعمل قلق، يعني ما فينا ناخذها عشيه، بدنا ناخذها الصبح، مشان هيك لازم كثير نقرا نستشير حكيم. حبه بنهار ومكتوب بكون الدوزات وهيك. الراديولا قد ايه وقت فينا ناخذ اذا عندك فكره تعطينا؟ يس، ما ولا شوي لازم نطول، يعني اكثر من شهر بصير اكيد مش منيح تو ديبند عليها. فينا ناخذها على شهر، نوقف ناخذ شيء ثاني ونرجع، الا اذا اكيد يعني فيك بنحكي مع الحكيم وهيك. انا بفضل هول ما فوت فيهم على نحكي فيهم أوكي. لانه ازمه دائما نستشير شهر حكي. بس لا فتره، يعني هلا فيك ثلاث اشهر، بس مش انه ناخذها يلا خلص دواء، ولانه مثل ما حكينا فينا يعني نوقفهم اول اوف سادن، ولا لازم نوقفهم بطريقه؟ لا فينا نوقف اذا نحن مش مثل الدواء 100%، لانه اوقات بتاخذي انت الراديو لفتره لانه عايشه مثلا جمعه ستريس او هيك. يعني هلا دغري نبته لحدا اللي هي الاشواغاندا، بيعطي مفعول بسرعه سوبر سريع 100%، لما يكونوا بيلز يعني اكيد المفعول هو سوبر سريع. الاشواغاندا كمان هول اكثر نبتين هلا عم نسمع فيهم لانه مزبوط. جدا مستعملين، ما راح ارجع عيد الاشياء كلها. وفيه انتي اوكسيدان كمان. يس، هول النباتات نحن بس عم نحكي عن انه اليوم عن الديبرشن او كالمنج او هيك، بس هن عندهم كثير فوائد موصوفين لكثير اشياء، مثل ما حكيت عن الحبا ومثل ما حكيت عن غيرهم اكيد. من بعدها بنوصل هون الاشواغاندا مثل الروجول زيت الاستعمالات، هول هن اذا بدنا نقول ادابتو جينز راديول روديول بيقولوا الاثنين، هلا هي روديول اكثر بس انه هلا النبتين دغري حد بعدهم رح احكي عنهم سوا يلي هن الهوبس والفاليريان. اوكي، فاليريان كمان كثير مهمه، بس خلينا نبلش بالهوبس. اللي بيعرفوا الهوبس هو بالفرنسية بنسميها الاوبلون، بالعربي حشيشه الدينار او الجنجل، هي اللي بتعطي مروره البيره. وهون تفسر ليش واحد لما بيشرب بيره بنام، لانه هيدي هي باوروبا ببيعوك مخده معموله من النبته اللي هي اسمها عشبه الدينار او الجنجل، لانه ريحتها بتخليك تنام، وهي الهوبس يلي هي بتعطي مروره البيره. ذاتس واي عاده البيره بتنيم لانه فيها هيدي البلانت. والهوبس هي نبته جدا مستعمله طبيا، بياخذوها حتى للبشره، بياخذوها لكثير اشياء، بس نحن عم نحكي عن انه ريحتها واستعمالها بخلينا نروق. وفي الفاليريان، الفاليريان مشكلتي معها انه اوقات بيطلع دراسات قد هي مهمه. في منها بلبنان بالطبيعه استاذ، بس مش زيتها اللي هي طبيه اكيد. الفاليريان اوقات بيطلع كثير دراسات قد هي مهمه، وبيطلع كثير دراسات بس انتبهوا بتخوف. وارجع منيحك عم نتذكر ممنوع حدا ياخذ من هول بيلز ويسوق مثلا، لانه هن هالقد ريلاكسون هالقد، فبدنا ننتبه كمان على السواقه قبل ما ننام. مش عم نحكي عن الروديول لانه الروديول غير شيء، فاليريان عن فاليريان والهوبس وهيك. هلا بيرجع بعدين الاشواغاندا بتنعس. يس، هول بدنا ننتبه لهم كثير، يعني اذا حدا بيخدهم وبسوق مش لازم. روديولا روديولا لا، لانه هي بناخذها الصبح وهي بتوعي بالقلب يعني، بس بتروق يعني. هلا في كثير غيرهم، يعني في شي ساندرا، في الهولي بيزل، في حتى مثلا الاساي، لانه هي سوبر مهمه بالعمليا كانتي اوكسيدنتس، مشان هيك كمان فيها يكون عم تشتغل هي وحده من هول النباتات. هول البيلز كمان بعد في غيرهم، بس انه نحن نقينا سلكشن. وبروح على الاسنشال اويلز يلي هن كمان كثير مهمين. ليه مهمين الاسنشال اويلز؟ لانه اول شيء في منهم باول مناعه، في منهم بروقه، في منهم كمان اكيد لافندر دواء. لافندر انا بستعمل اللافندر صح. هلا حدا حطيت الفرانكنسنس اللي هو البخور، بعدين الايلونج ايلونج، وعندنا كمان الحبق اللي هو البيزل يلي هن كمان جدا جدا مهمين. هلا رح احكي عنهم كل وحده اكيد لوحدها. بيزل حكينا انه فينا نعمل تيزان، هيدي تيزان هولي فينا نشربهم؟ لا هيدا ابدا، مشان هيك عم اسال كلمين المشاهدين. انا بعرف انه انت خبيره لافندر والبيزل. ما فينا نحطهم بالمي ونشرب نقطتين ابدا. اسنشال اويل ولا مره لازم ينخلطوا بالمي، خاص ولا مره ناخذهم بالتم، انليس يعني بنعرف دائما ديفيوزر او على الجسم. هلا اكيد اذا بيحضروا حلقاتنا قبل بيعرفوا مفصلين نحن كل شيء عن استعمالاتهم، بس نحن اليوم عم نحكي عن غير الريحه الحلوه اكيد بيروق الاعصاب. هو اوفيت لانه عنده ريحه حلوه بيروق الاعصاب، يعني الاسنشال اويلز بيشتغلوا على السيستم، يعني على اذا بدنا بيروحوا بالسيستم، يعني اولفاكتومتر بفوتوا على المنخور، بيروحوا على الدماغ وهيك بنروق. هيك مثلا اللافندر بيعلوا القصص الحلوه بالجسم. صح، اللافندر مثلا لانه انت عم بتقوليهم بالكلمات المضبوطه بس تنوضحها، يعني شو يعني اللافندر والفرانكنسنس بيشتغلوا على الدماغ عمليا.
وهن من اقدم نباتات بالعالم. يعني اللافندر اول نبته استعملون من كثير زمان كثير زمان، يعني اللي اخترع الاروما ثيرابي او العلاج بالاسنشال اويلز بلش باللافندر. بلش باللافندر، هو بالغلط كان عنده اياها باللابو عنده وجرح حاله ريفلكس انه دق فيهم يعني، وبعدين شاف انه شفيه البو تبعه مش هيك، اللافندر بتستعمل كثير لجلده. بعدين اكتشفوا انه، وهون بليز كثير بدي اوضح هذا الشغله لو بدنا نطول على اللافندر، مشكلتنا بلبنان انه في كثير لافندر بس لانه هي اللافاند اللي نحن بنقطرها هي منا نبته لبنانيه، لو بنشوفها من الساحل للجبل هي اجت من اوروبا. فينا نشربها تيزان؟ فينا اكيد نشربها تيزان، فينا نستعملها بالاكل حتى، فينا نطبخ فيها، بس لازم كثير ننتبه. دلال بتطبخ باللافند. ايه بس بدي اقول لك شو شو المشكل؟ انه بركه 80% مننا ما عندنا اللافاند المضبوطه، لانه لازم نسال بوتانست او نتطلع، لانه في كثير انواع لافاند، في اللافاند وفي اللافاندان وفي اللافاند الاسبيكاتا وكلهم موجودين بلبنان. مش حيلا لافندر هي نفس الريحه كلهم؟ ما فيك تعرفي بالريحه، مشان هيك بدها اكيبمون. اذا ما قرينا رح اقولهم معلش هيك، اذا ما قرينا لافاندولا اوفيسيناليس او لافاندولا فيرا او لافاندولا اونجستيفوليا، هو ثلاث اسامي ما بكونوا هن بالبلد. وين بدنا نقريهم بالطبيعه؟ مش ما تروحي على الطبيعه، قلت لك مش موجودين هنيك، فلما بتروحي بتشتري اسنشال اويلز من فرماشيه او من محل متخصص بدنا نعرف. سو هون مثلا مكتوب عليها اذا بتبها بين كثير منيح اوفيشال اوفيسيناليس، سو مبينه انه هيدي هي، لانه اللافندان لو ارخص بكثير مش هو اللي فينا نستعمله للنام. هلا بنفسر كيف تستعمل. اوكي فسر. كم قلت لي الشيء؟ كم بدي اقول لك ليش غاليين؟ لانه بياخذوا كثير صح يعني، يعني مثلا كميات تيعملوا هالنقطه 100%. انت مثلا اليوم طلبت روز اسنشال اويل، هلا كنا بدنا نحطها هون لنخبر عنها ليش غاليه. لانه بدنا، شوف الرقم قديش كبير، بدنا يعني 25000 متر مربع ينزرعوا لنعمل لتر من الاسنشال اويل، سوبر اكسبنسيف. هلا اللافاند ارخص لانه بكفي 100 كيلو لنعمل لتر، فمشان هيك بتكون ارخص. الروز اغلى، روز سوبر غالي، يعني الغاليين هن مثل الورد مثل الفانيلا مثلا، اللي بدي كميات هائله لتعمل شوي، مشان هيك بكونوا سوبر غاليين. وهيك وننتبه انه فيهم يكونوا جدا مزعبرين لانهم غاليين. ترجع لك على اللافاند، استعمالها سوبر هين او مثل ما انت قلت ديفيوزر بالبيت، نقطه على الكوسان او نقطه نقطتين على الكوسان قبل ما ننام، ريحتها بتخلينا ننام. مشان هيك كمان في هلا ترند انه بنحط ديفيوزر يو اس بي بالسياره وبنسوق كرمال الريحه الحلوه وكرمال هالاشياء. اكيد مش لافندر، يعني لافندر بسواقه من نيم ما بتسوى ابدا. فينا نحط اوكاليبتوس، فينا نحط ليمون، فينا نحط اورنج. انا بفضل ما نحط شيء بالسياره 100%. خلينا تو بي اون ذا سيف سايد، واحد داخ واحد هيدا. بس كثير بضحك اللي بيجيب يو اس بي ديفيوزر بحطه باللابتوب لانه بده يشتغل، صحيح بتظبط المود بركه بس بننام من نيم. فهون بدنا ننتبه. عندنا النبته الثانيه كمان انا اياها الايلونج. هي اسمها هيك، يعني هي نبته جدا ترندي، في بلدان اقتصادهم واقف على هذه النبته. سو كمان هي من النباتات يلي كثير مستعمله لهيك ريحتها بتروقنا، كثير مهمه. وفي الفرانكنسنس اللي هي كانت حدا كثير ريحتها طيبه، من احلى الروائح بالعالم وداخله بكثير بارفان. عشو ايلونج يعني هي النبته هيك، يعني اصلا بياخذوا الزهره من هالشجره اللي اسمها كانانجا وبيعملوا اكيد الاسنشال. كانانجا ايلونج كانانجا بالان كانانجا يس. بيرجع عندنا الفرانكنسنس. فرانكنسنس هي البخور، يعني بتعرفي قديش مهم البخور، بس هيدا مش حيالة بخور كمان، نوع منهم اكيد بيرجعوا بيقطروه بصير عندنا هيدا النبته يلي هي كمان بتروي الاعصاب، عندها استعمالات مخيفة قد مهمة هالنبتة. بيستعملوها كمان لتقوية المناعة، يعني جدا هامة. سو كمان فينا ناخذها. في كثير غير مثل الفانيلا مثل الروز اللي حكينا عنهم قبل وهيك، بس ما ننتبه على شغلة اوقات انه الروز والفانيلا وهيك منه بريحة اوقات فينا نحطهم بديفيوزرز، لانه في كثير مطارح اوقات انا متفاجئك لقلك لك ليه، لانه هن انا جبتها تحتها بالديفيوزر. ايه بس تخبرك شو قصدي ليش هيك، لانه ثلاث ارباع الوقت يعني انت اللي اخذتيها مثلا فترضي حقها 5 او 7 دولار او 10 دولار، لو كانت كلها روز كلها بكاملها بتصير بده يكون حقها 400 دولار 500 دولار. فهي لانها مذوبه بجريب سيد اويل، فلازم نحن ننتبه نوع الديفيوزر بنحطها فيه ما يكون من يلي بلزق الزيت عليهم، يعني فالديفيوزر بيلعب دور بالورد وبكل الاشياء، مشان هيك بدنا ننتبه. بينما اللافندر هينه. طيب الديفيوزر يلي بنحط فيه مي وكم نقطه؟ هيدا كثير منيح لانه فينا في المي. نحط روز كمان صح. فيه أنا بعرف حتى لو حاطين لافندر 100%. انا عندي معلومات بعرف انه الديفيوزر تبعك كمان سبيسيال التراسونيك، فمشان هيك فيك تستعملي وقت تعتلي. هول كل هول القصص مشاهدينا موجودين عند مارك بالمحل عنده نيتشر باي مارك بيروتي، اذا لانه الواحد بده يشتري من محل بيوثق
يعني شو عم يشتري مش مزورين او شيء، لانه الواحد اوقات في روح على محلات يدفع وما يعرف انه عم يشتري المزور كمان. صح، فكتير مهم هذا الشيء انه تجيبهم مطرح موثوق من الفرماشيات او مثل ما بلشنا الحلقه تزرعوا نباتاتكم، يعني اذا بدكم تتاكدوا ما حدا عم بغشكم تزرعوا حبق، تزرعوا شجره تيال، ميليسا مثل ما حكينا، في كثير نباتات. كمومين مثلا انا بالنسبه لي بخاف منه لانه بزعبره كثير فيه، سو كمان هول بدنا ننتبه لهم لانه بالاخر كمومين كمان بيروق الاعصاب قبل ما ننام، فينا ناخذ تيزان وننام. فهول اذا بدك هيك يعني جوله سريعه على اهم النباتات. مالوريزمون خلص وقتنا مارك، يا ريت بعد فينا نكفي بنرجع بنعمل حلقات ثانيه عن هذا الموضوع. Have a nice weekend. منشوفك نهار الثلاثاء إن الله راد، رح نكون سوا. مشاهدينا وقفة وأنا برجع بشوفكم على 11 مع دلال كنجبي. What's cooking.